يمكن هالمتحورين انصابوا بالطرش، أو يمكن صوت الشارع بعده مش عالي كفاية ومش عم يوصل طيحط بدينيون. منعلي الصوت أكتر؟ يسقط يسقط حب الأسعد حب الأسعد. وهلأ سمعتوا الصوت منيح؟ إذا سمعتوا ليش بعدكن قاعدين؟ وإذا عاملين حالكن ما سمعتوا عشو بدكن تتفقوا غير إنه مش رح تتفقوا؟ كل شيء على الإطلاق بدل إنه الحوار الحالي رح يكون مثل اللي سبقوه، وبالتالي مضيع على الوقت، مشان هيك ما رح نروح على هالحوار. كم طاولة حوار من 2006 لهلأ عقدت؟ كم أزمة وحرب وشارع مرق على هالتواريخ، والوضع بعده على وضعه وأسوأ بكتير. كم مرة قعدتوا وقلتوا إنكن تحاورتوا وتحطوا للكاميرات، وبس ظهرتوا تحطوا علينا ورجعتوا عن تاريسكن مسلحين بالخلافات. نتأمل إنه هذا الحوار يفتح مجال نلاقي حلول تحترم الدستور، تحترم الطائف، تحترم الميثاق. بعتقد إنه صارت الرسالة واضحة إنه إمكانية تعديل الدستور لانتخاب رئيس من الشعب غير واردة في الوقت الحالي. كل هزبالي بالشوارع وبالسياسي وكل هالفساد اللي طمر لبنان وبظل فراغ رئاسي مريع وهي بالدولة مكسورة، وبدل ما تتحاوروا أو على الأصح تدعوا إنكن عم تتحاوروا وترتخوا ورا طاولة فارغة من المضمون، ليش ما بتسمعوا شي مرة صوت الضمير الوطني وبتروحوا على مجلس النواب وبتنتخبوا رئيس؟ أكيد أكيد هلأ انصبتوا فعلا بالطرش الكامل. يا أبو مرعي آمين. أنا سلمى. شو قلتي؟ هايزي سلمى يا أبو مرعي. انصبتوا بالطرش مش لأن أصوات الشارع خفيفة ولا لأن الحق مات صوته بلبنان، بس لأن اللي حكم لبنان بالفساد والكذب والفضايح على مدى هالعقود الطويلة ما عاد معود عصوت ضمير ينكزوا من وقت للتاني، فنام بالاستلشاء والازدراء بهموم الناس. يا مسكين يا أبو مرعي شو سمعوا تقيل يا مسكين. وبعدكن عم تحكوا بالحوار، صحيح إنه اللي جرب المجرب عقله مخرب. الحوار المدعو إله بالوقت الحاضر مثل ما هو مضي على الوقت وصرف للأنظار عن مشاكلنا الحقيقية، من مشكلة النفايات لمشكلة انتخابات رئاسة الجمهورية وما بينه.